ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده، حابب اقول ان كليات الطب على مستوى الجمهوريه هي من الكليات اللي فيها دراسه كتير، فيها مذاكره كتير، فيها يعني مجهود بيبذل من جانب الطلاب. علشان كده فكره ان يكون في عمل تطوعي من خلال كليات الطب بيبقى صعب شويه. لكن النهارده احنا معانا نموذج لطلبه من كليات الطب على مستوى الجمهوريه، قدروا ان هم مجموعه من طلبه كليات الطب اللي هم اطباء المستقبل ان شاء الله، ازاي يعملوا قافله طبيه تجوب جمهوريه مصر العربيه. تمام يا دكتوره رب. علا اتفضل. قبل ما نتكلم بس عن القافلة، نرجع بس ستيب باك كده خطوة لورا. رجعنا. القافلة هي مشروع من مشاريع أسرة فكرة. أسرة فكرة هي أسرة في كلية طب عين شمس بقالها بالظبط 11 سنة. الأسرة دي بدأت بأربع طلبة من كلية، كان عندهم فيجن واحدة، رؤية عاوزين يحققوها. زي ما حضرتك لسه قايل إن كلية من الكليات اللي الدراسة بتاعتها صعبة، فبتاخد وقت ومجهود كبير. فالاربع طلبه دول كانوا شايفين ان المفروض طالب الطب مجهوده ما يقتصرش على المذاكره بس، تمام. هو متعدد الجوانب. فاحنا عندنا رؤيه تخريج طالب طب قارئ مثقف مبدع فنان محب للخير مؤمن بالمشاركه. ما شاء الله. انطلاقا بقى من الرؤيه دي عندنا بروجكتس كتيره بنعملها ومشاريع. عندنا معرض الكتاب السنوي بنتعاون مع دور نشر كتيره. عندنا فكره كافيه اللي هو بيبقى صالون ثقافي. عندنا فكره جاليري بيبقى معرض فني وفي ورش فنيه. والجزء الخيري بقى، كل دي أنشطة لمجموعة فكر. بالظبط، طيب الجزء الخيري، هو بقى اكبر مشروع فيه هو القافله الطبيه. طيب مش ممكن دكتور هتكلم بقى محمد يعرفنا القافلة يا عم؟ الطبية؟ عبد الرحمن. ايوه، من 10 سنين بالظبط بدأت في جت فكره القافله الطبيه في الاربع طلبه اللي اتكلمت عنهم هنا. تمام. تمام. كان قائد اول قافله اسمه الدكتور محمد عبد العزيز، هو اخصائي عظام دلوقتي، كان طالب بقى ساعتها. فيعني فبعد كده جه دكتور الحسن وجه دكتور شكري وجه دكتور احمد دعبس، كل دول كبروا دلوقتي وبقى دكاتره بدأوا برضه. يعني طلعوا بأول قافلة. كانوا بأول طيب قافله. يعني ايه قافلة برضو عشان الناس يعني ايه تبقى عارفة؟ قافله؟ طيب هي القافله هدفها ايه؟ انها تحارب 3 حاجات: الفقر والجهل والمرض. الفقر والجهل الجهل والمرض. والمرض، تمام. الفقر عن طريق ايه؟ فريق التنميه المجتمعيه، هو بينزل القريه يشوف القريه محتاجه ايه؟ يشوف تجهيز عرايس، محتاجه تسقيف بيوت، محتاجه مشاريع صغيره، محتاجه صرف صحي، محتاجه محطه ميه. فبيحاول طبعا بيساعد مع بعض الجمعيات اللي بتساعد في حاجات زي كده. تمام. تمام. تاني حاجه الجهل، ده عن طريق الجهل الصحي او الجهل عموما، يعني ده عن طريق فريق التوعيه الصحيه. فريق التوعيه الصحيه بيشوف ايه الامراض المنتشره هناك وايه الحاجات اللي المعلومات فيها ناقصه شويه، وبيبدا يتكلم عن اهل القريه، بيتكلم اهل القريه عن المواضيع دي. تمام. اخر حاجه بقى اللي هو المرض، ده المرض الجانب الكبير والشغل الاكبر من ده اللي فيه القافله الطبيه. التخصص بقى بتاعكم. بالظبط، ده تمام. اكبر حاجه يعني، واخد اكبر قسط من شغل القافله يعني. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبدا نجيب القريه الاول عن طريق استكشافات، بننزل قرى في الفيوم او في بني سويف وندور على اكتر قريه محتاجه، سواء بقى ما فيهاش، ما بيبقاش فيها وحده صحيه، ما بيبقاش فيها بعيد عن اي صيدليه، فيها مدرسه كويسه اللي هنعمل فيها احنا بنعمل القافله في المدرسه نفسها، يعني بنحولها لمستشفى ميداني، تمام. فيها مسجد عشان التوعيه وكده. بعد كده بناخد طبعا موافقتنا وكل حاجه، ونروح بقى نبدا نختار الناس اللي هتطلع. احنا القافله بيبقى عددها حوالي 200 طالب، كلهم من كليات الطب كلهم ولا ممكن كليات مختلفة؟ بيبقى في نسبة بسيطة كده من كليات مختلفة، في تمام. يعني في صيدلة وفي علوم وفي تجارة بيطلعوا معانا يعني. تمام. بيبقى حوالي 140 طالب وحوالي من 40 ل 50 دكتور. طيب دكتور علا، يعني دكتورة المستقبل، وانت مثلا نازله اي قافله طبيه من القافله الطبيه، ايه الحاجات اللي انت بتاخديها معاكي؟ بتستعدي ازاي علشان خاطر تشاركي في قافله طبيه؟ واحنا بنستعد اولا قبل القافله بفتره بالتريننج، التدريبات اللي احنا بنعملها وبناخدها علشان نبقى يعني مؤهلين كفايه ان احنا نقدر نشتغل في فرق القافله المختلفه. القافله فيها فرق مختلفه، يعني هو اول لما العيان بيبتدي يوصل لحد المدرسه اللي احنا عاملينها مستشفى، بعد ما بيكون فريق التوعيه عدى عليه وفهمه ان في قافله واداله مسج توعيه معينه واداله تذكره يدخل بيها المدرسه مجانا، بيبتدي يدخل الأول فريق النظام، هو اللي بيحركه في الدورة الكاملة بتاعة العيان جوه المستشفى. تمام. فريق النظام بيستقبله على الباب، بعد كده يطلعه لعيادة الفحص العام. العيادة دي بيقابله فيها دكتور، وبعدين بيحدد هو محتاج أنهي عيادات بالظبط عشان يطلعهم، بيبتدي يوجهه للعيادات اللي هو محتاجها. تمام. وجوه العيادات بيلاقي الدكتور المتخصص اللي بيحوله بعد كده، سواء محتاج أشعة أو محتاج معمل،
يبتدي ينزل ياخد الأشعة اللي هو محتاجها والمعمل اللي هو محتاجه، وبعد في ما نفس نتيجته اليوم؟ في نفس اليوم، وبعد ما نتيجته تطلع بيستلمها ويرجع تاني للدكتور يختار التشخيص النهائي اللي هو استقر عليه ويكتب له العلاج اللي بيبتدي ياخده من الصيدلية. تمام. في الصيدلية بنركز عليه تاني رسالة التوعية الخاصة بالمرض اللي عنده، لنفرض هو طلع عنده تشخص بضغط، بيعرف ازاي يتعامل مع الضغط بتاعه، ازاي ياخد الدواء بتاعه. بعد كده بيبقى عندنا الفريق التقنية المعلوماتية واللي اسمه الداتابيز، بنسجل عليه كل الحاجات، كل عيان دخل خد بيكتبوا ايه بياناته بالظبط بعد علشان كده نقدر مثلا نتابعه. بتقدموا له اي نوع من انواع مثلا الدعم المادي او الكلام ده، ولا هو بس يعني بتشخصوا المرض وبتقولوا له علاجك ايه وبتاخده من الصيدليه؟ طيب انا ممكن اه انا دكتور عبد الرحمن، انا اصلا عايز اسالك في حاجه معينه تمام. كمان يعني قبل ما الدكتور علا جاوب على السؤال ده، كنت عايز اسالك، انت حضرتك قلت لي ان انتوا بتختاروا قرى من الفيوم ومن بني سويف، بالنسبة طيب الاساس ان هما المركزين دول فقط او المحافظتين دول بس، ولا انتوا بتنتشروا في هو كل طيب الجمهوريه؟ احنا يعني طبعا عايزين ننتشر في كل الجمهورية، بس الفكرة ان احنا بنحتاج حاجة قريبة من القاهرة، وفي نفس الوقت مستواها الصحي ومستواها العلمي بيبقى قليل شوية، تمام. فبيبقى في قرى بتبقى موجودة، دي بتبقى متاحة انتوا شوية بين لقيتوا ده الفيوم في وبين سويف. الفيوم في وفي بني الفيوم وبين سويف؟ سويف تمام. طيب هل في جهات معينة بتمولكوا كقوافل طبية، ولا كلها بتعتمد على الجهود الذاتية؟ هي النسبة كبيرة قوي بتبقى مجموعة معتمدة على التبرعات والجهود الذاتية مننا. يعني انتوا مثلا بتجمعوا نفسكم اعضاء قافلة وتجمعوا بنجمع مثلا اللي تبرعات من يقدر يساهم الطلبة بدواء او بالظبط، بفلوس او باي حاجة من دي؟ تبرعات من الطلبة أو تبرعات بأدوية، وفي جمعيات خيرية بتيجي تساعد معانا كده. طيب دكتور علي، يعني كنت لسه بسألك من شوية عن موضوع العلاج أو الصيدلية، هل أنتوا بتقدموا العلاج فقط، ولا مثلا بتساعدوه بدعم آخر إن هو يعمل أشعة في أماكن مختلفة أو ياخد علاج من أماكن مختلفة مش موجودة معاكم في القافلة؟ ده بيتحدد على حسب حالة العيان. في عيان اوريدي بقدر ان انا اديله الخدمة اللي هو محتاجها كلها خلال فترة القافلة، فهو بياخد العلاج بتاعه الكورس الكامل قدر الامكان، وبعد كده يمشي عليه زي ما الدكتور بيطلب منه. لكن في مثلا حالات جراحية ما مش نقدرش موجود. بالظبط، في مثلا عيانين الفيروس سي دول لازم محتاج لهم حاجات اكبر من كده. دول بنتعامل معاهم ازاي؟ بعد القافلة بيبقى في تيم شغال على حاجتين، اول حاجه الفولو اب يعني متابعه العيانين الامراض المزمنه بنتابعهم، عيانين فيروس سي بنتابع معاهم ان احنا الاول ناكد ان هو فعلا عنده فيروس سي، احنا بنعمل يعني زي فحص حاجات شامل مبدئية كده. نعرف هو محتمل يكون عنده فيروس سي ولا لا. بعد كده بنبتدي ان احنا نكمل معاه ناكد التشخيص ده، بعد كده نوصله ان هو ياخد العلاج من الاماكن العلاج على نقطه الدوله. تمام دكتور عبد الرحمن، انا هجي لك حالا بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع نستكمل تاني حوارنا معاكم. حالفين لنمحي المستحيل، ما هو يا الامل يا ما فيش بديل، لو مهما قالوا للطويل ما فيش وقت بجد نوم، خلي بكره قادرين نخلي الضلمة نور ونعدي من فوق على سور، كل الطرق لازم تدور، مفيش وقت بجد نوم، خلي بكرة أحلى وبإيديك حتى الغيوم، خلي بكرة أحلى ودي الشمس بتطلع كل يوم، خلي بكرة النهارده مفيش سكات وبكره احلى من اللي فات. اهلا بكم مره تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مشرفينا دكاتره المستقبل دكتور عبد الرحمن ودكتور علا. دكتور عبد الرحمن، انا كنت بسال حضرتك قبل الفاصل عن القوافل الطبيه دي، هل القوافل الطبيه كلها من الطلاب،
ولا في أساتذة متخصصين معاكم وأطباء متخصصين بيقوموا برضو بدورهم معاكم في القافلة؟ هو احنا القطردة احنا ما نقدرش نكشف على المرضى هناك. ليه يعني؟ لا لسه برضه لسه؟ لسه بدري على حاجه زي كده. فطبعا تمام. لازم يطلع معانا دكاتره كبار، هما اللي بيقوموا عمليه الكشف على المرضى، هما اللي بيكتبوا لهم الادويه. احنا بنجرد بنقوم مثلا تحاليل، نقوم بعمليه تنظيم المرضى، نقوم بالتوعيه، نقوم بصرف الادويه، الداتابيس كده. انما تمام. كشف او كده لا، صعب صعب يعني دلوقتي. ما جربتوش حتى في حاجات بسيطة، لا ولا هو حتى صعب جدا. اللي هي الكشوف المبدئية، النبض والضغط والكلام ده، ولا هو احنا لسه؟ نقدر نعمل كده، بس هو يعني هو مبدئيا غلط، يعني غلط ان طالب يكشف على مريض وهو لسه ما خدش رخصة مزاولة المهنة. طيب، أنا كنت قلت في المقدمة يا دكتور إن كلية الطب من الكليات الصعبة اللي بتحتاج مجهود كبير في الدراسة وأكبر في المذاكرة والحضور والانتظام. إزاي بتلاقوا وقت العمل القوافل الطبية والأعمال التطوعية دي؟ هو الموضوع بيبقى مرهق، يعني يحتاج ان انا مثلا اتنازل عن حاجات تانية كتير، اتنازل عن مثلا خروجة او اتنازل عن لعب كده عشان اقدر اوفق بين المذاكرة وبين العمل التطوعي. طب وانت يا دكتور؟ هو بالظبط يبقى نفس الفكرة، يعني هو بيبقى فيه أولويات، يعني كده كده انت أكيد فيه مساحة من وقتك يعني مش واخدها الكلية، فانت بتنظم وقتك يعني تشوف انت هتعمل ايه وايه له أولوية عندك. بلس ان دي حاجة برضو بتضيف للبني ادم، يعني انت لما بتشتغل في عمل تطوعي غير الجانب الخيري اللي بيعود عليك في حياتك بعد كده، في حاجات كتير بتتعلمها يعني. طيب، من خلال بقى وجودك يا دكتور ولسه شايفينك حالا في القافله اللي فاتت، يعني ايه اكتر الحاجات اللي انت شفتها، وايه اكتر الامراض اللي انت شفتها في القرى اللي انت رحتها وعملت فيها قوافل طبيه مع اصدقائك؟ هو أكتر الأمراض هو الفيروس سي، فيروس الفيروس سي سي. منتشر بشكل مش طبيعي، والفشل الكلوي منتشر بشكل مش طبيعي، فدي أكتر الأمراض اللي احنا بنحاول نحاربها. احنا السنة اللي فاتت كنا عاينين ال HTV أو الفيروس سي، يعني حولناهم عندنا الدمرداش وعملنا لهم علاج على نفقة الدولة، وجالهم العلاج يعني، والكورس لسه شغال لحد دلوقتي، وفي عيانين بنتابع معاهم لحد دلوقتي. القافلة تمام. دخلت في شهر 8، فاحنا لحد دلوقتي يعني بنتابع معاهم ونجيب لهم الأدوية ونعمل لهم التحاليل. دول اكتر حاجتين برضه دول اكتر حاجتين. بالنسبة لك برضه نفس الموضوع يا دكتور؟ يعني هو القافلة عامة ليها احصائيات في الاخر، فريق الداتابيز بيجمعها وبيطلع بيها ابحاث. حتى احنا كنا في مؤتمر الكلية من فترة في شهر اعتقد 12 او حاجة اللي فات، واخدنا المركز الثالث بالابحاث اللي احنا ما مطلعينها. شاء الله. كان منهم بحث عن فعلا فيروس سي، وكان في ابحاث تانية في مواضيع تانية احنا لاحظنا ان هي اكتر انتشار، فهي تستحق ان احنا نقضي لها وقت نعمل عنها بحث يعني. طيب، فيروس سي والفشل الكلوي يا دكتور عبد الرحمن، يعني انت لاحظت ان اسباب انتشارهم بالشكل الكبير ده ايه؟ يعني وبالذات في الاماكن النائية او الاماكن البسيطة دي. يعني انتشار الفيروس سي ناتج عن طريق المعلومات الموجودة المنتشرة أو المتوارثة غلط، يعني استخدام موس الحلاقة عن أكتر من من شخص، شخص لشخص. من شخص لشخص، ده ينقل. استخدام فرشة السنان ده ينقل أمراض زي الفيروس سي. إنما حاجات زي الفشل الكلوي يعني ده بسبب المية، بسبب الرواسب الموجودة في المية، يعني مفيش تطهير للمية أو كده، فده بيسبب الفشل الكلوي. تمام. دكتور علا، هو انت في سنة كام دلوقتي؟ أنا في رابعة. في رابعة. يعني بدأتوا تتخصصوا ولا لسه؟ لا لسه لسه طيب، لسه. يعني عايز أسألكم بقى السؤال ده ليكم انتوا الاتنين، يعني التخصص في كلية الطب يعني بيبقى عبارة عن ايه؟ يعني انتوا اللي بتختاروا التخصص، ولا بتبقى يعني بتبقى وفقا للميول بتاعتكم الشخصية، ولا مثلا درجات معينة، ولا احتياج المجتمع، ولا ايه بالظبط؟ انا حابب اعرف الموضوع ده. دكتورة علا؟ هو التخصص يعني عامة بيبقى بعد سنة الامتياز، اللي السنة دي احنا بنعدي فيها على التخصصات المختلفة فبنشوف. وهو عامة يعني هو موضوع اختيار التخصص هو حاجة مش سهلة، يعني هو حاجة كبيرة وبتعتمد على عوامل كمان كتير. طب سهلة بالنسبة لك يا دكتور؟